بونسوار مشاهدينا، تحية لجمهور يومية وجمهور الـ LBTI يلي عم ينطرنا كل تنين وخميس، لكل أشخاص يلي انضموا لنا بهالأثناء لحتى يتابعوا صحبة جديد من يومية يلي بيحمل رقم 1339 ليوم التنين 12 حزيران 2023. إن شاء الله يا رب تكونوا متكسين شبكات يومية على أمل أنه يكون عنا اليوم رابحين كتار وتنربح الجوائز بالثلاث ألعاب. اسمحوا لي رحب أنا وياكم بمندوب وزارة المالية وعضو نشط الرقابة على أعمال وصحبات يومية، موجود معنا ليلى الأستاذ محمد الحش حادي. بونسوار، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. بدي أقول بالتوفيق لكل الأشخاص طبعا يلي متكسين شبكات يومية اليوم، وإن شاء الله يكون عنا رابحين كتار يا رب. رح ننتقل سوا إلى اللعبة الأولى معنا لليلة يومية ثلاثة. هاللعبة يلي بتتألف من ثلاث طابات ثلاث أرقام رابحة، جوائزها بتبلش من 35,000 ليرة وبتوصل للمليون ومئتين ألف ليرة. طابات عم ينخلطوا قدامكم مباشرة على الهواء. بالبداية مع أول طابة يلي هي 1 طابة 2 6، أما الطابة الثالثة والأخيرة بيومية 3 فبتحمل رقم 0 160. هيدا هو الرقم الرابح بيومية 3. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور مشاهدينا، يعني الطابات بيكونوا ورا بعض، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 400 مرة، بينما إذا لعبتوا حيالله الطابات بيكونوا ملخبطين مش ورا بعض، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 70 مرة. رح ننتقل مباشرة أنا وياكم إلى اللعبة الثانية معنا لليلة يومية 4. بيومية 4 بنزيد طابة واحدة كمان على السريع وبنعلى بالجوائز. بهيدي اللعبة جوائزها بتبلش من 75,000 ليرة وبتوصل لل 12 مليون ليرة. أول طابة 8 وراها 2 8 2، طابة الثالثة 8 عن جديد، أما الطابة الرابعة والأخيرة بيومية 4 فبتحمل رقم 1 82 81. هيدا هي السرية الرابحة بيومية 4. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور مشاهدين، المبلغ يلي أنتوا دفعتوه بتضربوه ب 4000 مرة، بينما إذا لعبتوا حيلا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 150 مرة. رح ننتقل سوا هلا إلى اللعبة الأخيرة معنا لليلة يومية 5. إلى المكانة. بيومية 5 عنا 5 طابات، كمان منزيد طابة واحدة على السريع وكمان منعلى بالجوائز. بهيدي اللعبة جوائزها بتبلش من 175,000 ليرة وبتوصل لل 120 مليون ليرة. أول طابة 2 من بعدها 8، طابة الثالثة 3 2 8 3 وراها 1، أما الطابة الخامسة والأخيرة بيومية 5 تحمل رقم 9 28,319. هيدا هي السرية الرابحة بيومية 5 مشاهدينا. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور، المبلغ اللي دفعتوه بتضربوه ب 40,000 مرة، بينما إذا لعبتوا حيلا المبلغ اللي أنتوا دفعتوه بتضربوه ب 350 مرة. هولي هن كانوا صحبتنا الثلاثة، يومية 3 يومية 4 ويومية 5. تأكدوا كتير منيح من الشبكات اللي بين إيديكم، وأهم شيء من رقم السحب يلي هو 1339. رح ننتقل سوا هلا لعند محمد لحتى يأكد لنا بنتائج بتابلوه لكل الأشخاص طبعا يلي ما لحقونا بأول حلقة. تفضل لك. سحبات يومية ليوم الاثنين 12 حزيران 2023، سحب رقم 1339. الأرقام الرابحة يومية 3 1 6 0 يومية 4 8 2 8 1 ويومية 5 2 8 3 1 و9.
شكرا لوجودك الليله معنا محمد. بدي اقول الف مبروك طبعا لكل الرابحين يلي توفقوا معنا ليلى، ان شاء الله بتتهنوا بجوائزكم يا رب. لكل الاشخاص يلي بعد ما جربوا حظهم ابدا، انا بقول لكم ضروري تقطعوا شبكات يوميه لحتى تجربوا حظكم، ما حدا بيعرف اي متى الدولاب بيبرم وبتنقش معكم. من هلا لوقتها مشاهدينا ما تنسوا ابدا تكتروا شبكاتكم من جميع بيعنيات للبانيز دي جو او عبر الابلكيشن الدي جي او عبر الويب سايت www.lldj.com. انا بدعكم. باي باي.